ترجع تجرب حكي هيدي أول قصتنا هيدي أول قصتنا زعلانك أو تعبان مقهورة ومدرياني زعلاني أو تعباني مقهورة ومدرياني منين وين وكيف وليش من الصبح يصير شو هالتعديل ما بالحق اصحى بكير حتى تصير فضيحتنا حتى تصير فضيحتنا لا 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 شلوا خلوا صلوا علوا هلوا غيراني من كل الناس وبعقلة مبيت وسواس غيراني من كل الناس وبعقلة مبيت وسواس شو قلبك طيب حساس لا ما بتزعل جارتنا لا ما بتزعل جارتنا يا هنيه شو صار بالقهوه؟ يا حبيبي عم صفى عم صفى يلا حبيبتي استعجلي الو اهلين سينيوريتا اي ساعه لي الصباح اول شغله انا ما قلت لك لا تحكي معي على التليفون ايه وثاني شغله انا مو قلت لك هذا الموضوع بضل سر بيناتنا عم قل لك بكره عيد زواجنا ولازم نحتفل مثل ما عم لك لا رح لاقي حجة مناسبة أنا بدبر العنية ولا يهمك يلا باي 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 يسلموا حبيبتي مع مين كنت عم تحكي؟ لا هذا واحد رفيقي رفيقك؟ ايه رفيقي لكن هنو أنا لازم اليوم سافر على بيروت ومضطر غيب شغلة أسبوع زمان أكيد مش عادر فيك مو هيك بالله شو عرفك؟ يا حرام يا هنو أمه عاملة عملية زايدة وأبوه انقرص فقراته يا حرام عن جد يا حرام شو بك هنو؟ ليش عم تبكي؟ ولا شي بس مقهور على رفيقك قصدك مقهور على سفري مو هيك هنو؟ يعني هيك شي ليك يا حبيبتي أنا مضطر سافر لأنه رفيقي هاد غالي عليه كتير بحبه من كل قلبي وما بقدر ما أكون جنبه بهي المحنة إذا لامته لك شو عم تحكي انتي؟ الله وكيلك بتجوز علي فكتي بالأول همة يعني حرام تظلمي لك اليوم اليوم الصبح دقت له على الموبايل ايه واسم السنيوريتا طيب بلكي وحده زبونه يا هنو لا حبيبتي مو زبونه لانه اليوم رح يحتفلوا بعيد زواجهم والله ما بعرف يا هنو شو بدي اقول لك قالوا انزعج منا لانه اتصلت فيه لهون على البيت وبهدلها وقال هذا الموضوع مو سر بيناتنا طولي بالك حبيبتي هنو طولي بالك لك كيف بدي طول بالي سوسو لك كيف بدي طول بالي لك اكيد بكون كاتب كتابه براني عليها لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم لك واللي عارفني لك واللي عارفني يا سوسو لك عم يستغبيني رهيف عم يستغبيني كيف بقى؟ لك
هنية لا تخافي، لك تخيلي. وتاني مرحلة؟ وأنا لما سألته مين كان عم يحكي معك؟ قال لي كان عم يحكي معي واحد رفيقي. وتلبك أكيد ما هيك؟ لك مو بس تلبك، وفقت ببعضه وبالحيطان كمان. وتالت مرحلة عالوعد يدبر حجة غياب وكذب علي، وقال لي إنه أم رفيقه هي اللي مريضة. لك على رئيف معقول؟ ولك نزل من عيني يا عيب الشوم عليه، ليش هيك يعمل؟ إيه عنده مرة ما في منها، لك مو ناقصه شي. يبعت لي حم عليك يا هنو يا روحي. سياب أنا كرامتيها ما بتسمح لي أبداً ضل معه ولا لحظة. حبيبتي هنو لا تتهوري، روقي شوي. لا بدي اتهور واتهور كمان، وهلا بس يرجع على البيت رح اطلب منه الطلعة فورا، ورح يخليه يطلقني قبل عيد زواجه من هاي اللي متجوزها بالسر. لي كاس عصير؟ ما بدي. انه بسرعة لو سمحتي. وانت ساويها. شو؟ انا بدي ساويها؟ ايش شو بتصغر يعني؟ ولا ست الحسن ما عم تشبعك العصير؟ مين هي؟ رعيف. ما في داعي تستغبيني اكثر من هيك، مثل ما دخلنا بالمعروف خلينا نطلع بالمعروف. نفوت ونطلع بالمعروف؟ شو قصدك هنية؟ رعيف من الاخير طلقني. نعم؟ مثل ما سمعت طلقني. شو بك هنية؟ جنيتي يعني؟ لا جنيت ولا شي، بس كرامتي ما بتسمح لي ضل عندك ولا لحظة. كرامتك؟ ليش مين قرب على كرامتك؟ ليك رئيف، نحن فهمانين على بعض وما في داعي تستقبيني أكثر من هيك لو سمحت سيد رئيف. يا هنية، إن أبغض الحلال عند الله الطلاق. رئيف طلقني. وبتهون عليك العشرة. لك اسأل حالك السؤال، اسأل حالك السؤال. لا ما شو صار لها هي؟ جنيت. أهلين سيام، جيت بوقتك. أكيد اشتقتوا لي. لا والله. بالناقص. شوفي لي مرتي شو وجعها، شوفي لي. حبيبتي شبكي موجوعة؟ لا مو موجوعة، بس طالبة الطلاق. إيه حقك حبيبتي حقك. لك شو حقها؟ أجبناكي عبد النعيم تعين. معلش مسيو رئيف، الجرح اللي جرحتها إياه لهنو كتير كبير وعميق وما بيلتئم بسهولة. ولك بس فهموني، جرح شو بطيخ شو؟ جرح رفيقك. وحجة غيابك وسفرك بكرة. وجرح أنا مدبرة لهنية لا تخافي. وأهم شي عيد زواجك بكرة. وشلون عرفتي بعيد زواجي بكرة؟ مسيو رئيف ما في شي بيتخبى بهالبلد. أها وإنتي ست هنية كمان عرفتي بالقصة؟ ويا ريت ما عرفت يا رئيف، ويا ريت ما عرفت وضليت مخدوعة فيك. يعني شو قررتي الرحيل هلا؟ ايه قررت
حبيبتي هنو يعني حسب معلوماتي لا عندك لا اب لا ام لا اخ لا ما بعرف سوسو ما بعرف انا المهم اني اطلع مرات هذا البيت عم تفهمي علي حبيبتي هنو طولي بالك شوي انا ما بدي طول بالي حاسه كل شي بهذا البيت خاين حاسه غراض البيت كله عم تتمسخرني والحيطان عم بتقلي ضحك عليكي يا جدبه طيب هنو حبيبتي اصبري لحتى تطلع ورقه الطلاق لا ما بدي هو الاستاذ بيكون هلا سافر لعنده مشان عيد زواجه هو عم يحتفل وانا رايحه على الغربه بالشوارع هنو شو رايك تجي تقعدي عندي بالبيت ما بتقصري يا سهام ما بتقصري بس يعني انا ما بدي ضايقك وساوي لك سئله لا يو الناس لبعضها سئلت شو يا حبيبتي يا زوزو يا حبيبتي بس يعني بدك تساعديني بالأجار انت كرمي وبالمصروف كمان يعني انت بتعرفي وضعي انا من 3 بالشهر بيكون خالص راتبي لا تحملي هم المصروف علي ولا تزعلي مني هنو يعني في عندي شرط صغير كتير ولي يهمك ولي يعني انا الي بالبيت جوي الخاص ليش انت بتقعدي بالبيت بالاساس؟ ما طول نهارك وليلك قاعدة عندي ايوه طب يعني هلا بدي اقعد بالبيت لحالي شو بدي ساوي؟ يعني ضروري تتطلقي حبيبتي والله كنتي شايلة عندك كتف بالله وانتي السادة حبيبتي انا مو بس شايلة عندك كتف انا شايلة عندك كتفين وراس ورجل ومطل وكل شيء اذا بدك بتستاهلي انك تتطلقي فو عليكي يا حبيبتي يا هنو وانا كتير رح اشتاق لك يا سوسو سوسو هلا نحن ليش عم نودع بعضنا اي والله ما بعرف مو نحن رايحين من هون لعندك على البيت اي امبلا حبيبتي معناها ليش عم نودع بعض والله معك حق على كل حبيبتي هلا بس نوصل لعندي على البيت بنرجع بنسلم على بعض يلا قومي معي يلا امشي شي حلو والله شو ست هنيه لوين رايحه هيك بلا احنا ولا دستور وانت شو دخلك فيني شو دخلني فيكي إيه بدك تسمحي لي اتاكد من شنطتي ومن شو بدك تتاكد ها يعني بلكي هيك بالغلط طابه شي غلط مو لإلك معقول مستيو رئيف عيب هالحكي ما بيصير تركي سهام وحبيبتي تركي حقه خليه يفتش الشنطة تركي فتش حبيبي فتش غلط سمعتي حقه هاتي لنشوف ساعدينا سهام هات لعندك افتحي هيك يلا ايوه هي ليش ضابطيها اذا بدك يا اخذها لا مو قصة اخذها بس هي مو يلي جبت لك اياها بعيد زواجنا الاول بلا وبتذكر انك انبسطتي فيها كثير طبر قلبي كثير بحبها ايوه بس يعني خدها انا ما بدي اي شيء يذكرني فيك لا ما بدي اخذها سهام مسكي حطيها جنبك لنشوف شو في كمان بالشنطايه هات لشوف لك دور منيح مكياج امتى جبت لك اياها هي جبت لي اياها بعيد زواجنا الثاني وبتتذكر شو جبت لك معها كمان ايه انا ما بنسى اي شغله انت جبت لي اياها جبت لي كمان براد جديد وسواره ذهب اها انه انا كثير بحب هالعبايه فيني اخذها هي جاب لي اياها بعيد زواجنا الثالث وجاب لي كمان هذا الخاتم الالماس شو طعم رسمي للطلعه وانت بتتذكر هذا الطعام بتتذكره هذا انت جبت لي اياه ما بتذكر طبعا كيف بدك تتذكر يا حبيبي ما انت عقلك وقلبك وروحك مع السنيورة تبعك ايوه لنشوف شو في كمان بهالشنطة اها وهذا اللابتوب
امتى جبت لك يا؟ شو هذا؟ انا ما بعرفه. بالله؟ لكن شو جابوا لهون على الشنطاية؟ ما بعرف. لك هنية مو مشكلة، إذا عجبك اللابتوب خديه، صحتين على قلبك. ولك عم بقول لك هي أول مرة أنا بشوفه، أنا ما حطيته بالشنطة أبداً. ولك خلصنا هنية بقى، شو يعني اللابتوب قام ونط بالشنطة وقعد فيها؟ ولك صدقوني أنا ما لمسته، ما لمسته أبداً. ولك خلصنا هنية، لك خديه، خديه. ما باخده، أنا ما باخده، مع إنه رئيف كان وعدني إنه يجيب لي لابتوب بعيد زواجنا. طيب، مو مشكلة. هلا عاد الالماس هذا امتى جبت لك اياه؟ شو حلو بجنن بعقد. شو هاد؟ لك شو هاد؟ هاد اول مره انا بشوفه. انه مو مشكله اذا عجبك خدي. ولك خدي لك جبه بعقد. وهاد على ما اذكر جبت لك اياه بعيد زواجنا الرابع. لا لا مو صحيح. ولك جبه قولي صحيح هلا وقت صدقك. لك شو الشغله سالبطه؟ لسه عيد زواجنا الرابع ما اجانا هلا. يعني بدك تقنعيني انه انتو ما صاركم مع بعض 4 سنين؟ لا بلا سهامو، اليوم بالضبط بيكون صرنا 4 سنين مع بعض. اليوم بالضبط؟ اليوم تحديدا بيكون صرنا 4 سنين متزوجين. يعني اليوم عيد زواجكم الرابع؟ اي والله تخيلي. وهابي بيرثداي تو يو، وهابي بيرثداي تو يو. لك شو عم بيصير؟ شو عم بيصير؟ فهموني. ولك يا جدبة، انا مبارح الصبح كنت عم بحكي مع سهام مشان حضر لك لمفاجأة اليوم. ايه يا حوبي، انا سينيوريتا. ايوه، وشو حجة الغياب؟ انا قلت لك اني مسافر مشان تفكري اني نسيان يوم عيد زواجنا. لك بتعرف انك انت غليظ 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 غليظ. هلا انا غليظ؟ على اساس انت كنتي متذكرة انه اليوم عيد زواجنا ما؟ لا والله كنت نسياني. ولك بحبك. وانا بحبك. وانا كمان. ودي جلسي. يعني هيك شي ما حلوة. عيدا يلا 3 2. وانا جلسي. غني
غيرانا.